نتعرف من خلالها على التقنيات اللي وراء موقع ويكيبيديا العالم الشهير. ما كنت بتوقع انها مؤسسة هالقد عملاقة، فيها عدد كبير من الفولنتيرز يعني المتطوعين في الاوبن سورس حول العالم. هذا اشي صادم كان لي وحبيت الفكرة كتير. يوم من أيام كنا نجيب 10 CDs أو كتب أو مكاتب عشان نحصل على كمية قليلة جدا من المعلومات الموجودة اليوم على الويكيبيديا. ويكيبيديا عمالها بتنقل هذه المشاركة في المعلومات لمرحلة تانية، بتقيم كل الحدود الجغرافية بين الناس وبتقوم كمان الحدود الزمنية. عرفت إنه يمكن لازم كثير نشتغل على اللغة العربية، لأنه اللغة العربية على ويكيبيديا لسه نسبة المقالات المترجمة قليل، فإنه لازم أكثر نشتغل مع طلاب الجامعات أو مع الخريجين إنه نشتغل على موضوع الإيديتينج والتحرير. يعني كل إشي بحب أروح على الويكيبيديا، فالويكيبيديا إشي رائع جداً.